السلام عليكم. في الفيديو الأول من الـ Structure Cable System وقفنا عند الـ Structure Cable System Component، وقلنا إن إحنا لو عندنا Active Component اللي هو PC مثلا بنوصله على الـ RJ45 عن طريق الـ Batch Cord، وبنمشي في كابل في الحيطة لحد ما نوصل للـ System Rack. بعد ما بنوصل للراك بننزل بكابل لحد السيرفر روم بتاعة المشروع. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نتكلم عن كل كومبوننت فيهم بالتفصيل شوية. لو لخصنا الـ Structure Cable System Component هنقسمها لـ Horizontal Cable والـ Vertical Network. الـ Horizontal Cable اللي هو اختصارها HC بتتقسم لإيه؟ أول حاجة الـ Batch Cord اللي واصلة ما بين الـ Active Component والـ RJ45، يبقى أكيد تاني حاجة هي الـ RJ45 Outlet. بعد كده قلنا بنمشي بكابل في الحيطة أو على ترانك لحد ما بنوصل للراك بتاع السيستم. يبقى تالت حاجة هي اللان كيبل، الكابل اللي ماشي في الحيطة اللي واصل ما بين الـ RJ45 Outlet وبين الراك. وعندنا جوه الراك في حاجة اسمها باتش بانل وهنتكلم عنها بالتفصيل، وأكيد في الآخر عندنا الراك نفسه. طيب لو دخلنا على الـ Vertical Network أو الـ Backbone بيسموه العمود الفقري، عشان دوت اللي بيوصل ما بين كل الـ Outlet اللي في المشروع أو بين كل الراكات وبين السيرفر روم بتاعة المشروع ككل. يبقى احنا عندنا فيه باتش بانل برضو أو حاجة اسمها IDF، ولما نيجي نتكلم على التليفون سيستم هنعرف يعني ايه الـ IDF. وعندنا الكابلات الفايبر أو كابلات كبر، زي ما قلت أنا بنزل من الراك بكابل فايبر أو بكابل كبر برضو عادي لحد السيرفر روم بتاعة المشروع، وبرضو أكيد عندنا باتش كورد. يبقى دي كده كل الكومبوننت بتاعت الـ Structure Cable. طيب عندنا سؤال دلوقتي، ليه مش بتحرك من الـ RJ45 Outlet اللي هو في الحيطة دوت بكابل واحد لحد ما أوصل للسيرفر روم بتاعة المشروع على طول؟ أول حاجة لازم نعرف إن الداتا والتليفون سيستم مختلف شوية عن نظام الكهرباء، يعني مفيش حاجة اسمها سيركت أو لينيا بحط عليها كذا ديفايس مع بعض. هنا لازم كل أوتلت يكون ليه الكابل الخاص بيه، محدش بيشاركه فيه. تاني حاجة لازم ناخد بالنا منها هي إن الـ Horizontal Cable لازم ما يتعداش الـ 100 متر، يعني لازم المسافة بين الـ Active Device الأولاني اللي هو الـ PC أو الكاميرا مثلا والـ Active Device التاني اللي هو السويتش داخل الراك ما تتعداش الـ 100 متر. لو هشيل من حساباتي طول الـ Batch Cord من الناحيتين يبقى تقريبا الـ Horizontal Cable ما يتعداش 90 متر، يبقى المسافة بين الأوتلت وبين الراك تكون أقل من 90 متر. ولازم نخلي بالنا برضو إن 90 متر ديت مش طول على الكاد، يعني مش طول أفقي بين الأوتلت وبين الراك. يعني أنا لو عندي الأوتلت كده وعندي الراك مينفعش أقيس بينهم مسافة أفقية وأقول إن دي هي 90 متر، لا أنا لازم أعمل حسابي إن أنا عندي أوتلت في الحيطة، يبقى أكيد هطلع في الحيطة لحد السقف مثلا وبعد كده همشي في السقف، ولما أجي عند الراك هنزل في الحيطة لحد ما أوصل للراك. فلازم أحط في حساباتي الطلعات والنزلات اللي بتحصل في الحيطة. عشان كده موضوع 90 متر دوت ممكن يجبرني إن أنا أستخدم أكتر من راك في نفس الدور، وكل راك منهم بيخدم أريا معينة أو زون معينة. نتكلم بقى عن كل كومبوننت منهم. اول حاجة عندنا الباتش كورد، هي الوصلة اللي بتربط ما بين الاكتيف ديفايس اللي هو البي سي او الكاميرا وبين ال RJ45 اوتلت، وده شكله واكيد كلنا عارفين الشكل دوت. تاني حاجة ال RJ45 اوتلت، وده بيكون موجود في الورك اريا، والورك اريا ديت هي المكان المخصص بكل موظف او بكل مكتب. بعد كده بيقول لك interface with the end device such as the PC
او الواي فاي اكسس بوينت او الاي بي سي سي تي في كاميرا او الاي بي تليفون او اي اكتيف ديفايس. لو بصينا جواها هنلاقي فيه 8 بنات نحاس، وبما ان الكابل عبارة عن 8 اطراف ب8 الوان، هنلاقي الستاندرد حطه لترتيب الالوان دوت، ومحطه 2 كومباينيشن الناس كلها تمشي عليهم عشان يبقى العالم كله ماشي على نفس الستاندرد. واكيد هي بتكون متوصلة مع الاند ديفايس ثرو الباتش كورد زي ما قلنا. وده شكل الفيس بليت بتاعت الاوتلت، بيكون في الحيطة منظرها عبارة عن شاسيه وجواه ال RJ45 اوتلت بالمنظر دوت. هنقف لحد هنا الفيديو دوت، والفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم على اللان كيبل. شكرا.